أن قطر هي وكيل أو سمسار بيعمل لحساب الولايات المتحدة الأمريكية وبينهض بالأدوار التي لا تقوى يعني إذن هو مش ضغط خليجي فقط، لا هو ضغط خليجي أحد المظاهر يعني أحد المظاهر العوامل، ولكنه تكتيك أمريكي. في النهاية كان مطلوب أن يبدو قدر من الاتساق في هذه الحملة أو التحالف الدولي اللي بيبرم ضد الإرهاب، فكان لابد أن قطر تبتدي تتقدم خطوتين للأمان بالحديث عن طرد قيادات حتى لا تبدو أنها بتأوي بعض المطلوبين على خلفية قضايا إرهابية، وبالتالي عملت هذه الضربة لكي من جانب تتفادى الضغوط وتلتف على الضغوط من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ذات الوقت تحاول إبداء قدر من الاتساق مع حملة دولية يفترض أن تكون عضوا فيها باعتبار أنها بتضم على أراضيها أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة. طيب أستاذ أشرف، لعلك بتتابع التصريحات المتعلقة بالموقف المصري من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. وزير الخارجية والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن لابد أن يكون هذا الأمر تحت مظلة الأمم المتحدة وألا يتم التعامل مع مكافحة الإرهاب بأي شكل من أشكال الإزدواجية. اتساقا بالكلام الأخير المتعلق بقطر، في تقديرك أنت إلى أي مدى بتتسق هذه الخطوة القطرية مع تداعيات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب للمملكة العربية السعودية ودول الخليج طرف أساسي فيه؟ أعتقد أن قطر قبلت بما جاء في اجتماع جدة يوم الخميس الماضي، واعتبرت نفسها جزء من هذا التحالف، وأنها ستكون أو ستوفر كثير من المساعدات اللوجستية لهذا التحالف، خاصة وأنها الآن ترتبط بعلاقات وثيقة منذ ليس الآن منذ 95 منذ الانقلاب على الجد من قبل الوالد ومن قبل الشيخ حمد. أعتقد أن قطر ستسير في نفس الركب الخليجي، لأنها يمكن أن تتخلى لأنها أمنها الإقليمي أو أمنها تحديدا الوطني مرتبط بالأمن الخليجي الإقليمي، وبالتالي هي لا تريد أن تشز عن هذه القاعدة وتريد أن يكون لديها حضور في هذا المشهد، وبالتالي تقدم مجموعة من الأدوات أو المساعدات اللوجستية في إطار خليجي شامل، لأنها تعلم تماما أن خطر داعش لا يمثل خطر فقط على العراق وسوريا، على كل دول الإقليم بل على كل دول العالم. وأعتقد أن قطر ترتهم بالإرادة الأمريكية وبالقرار الأمريكي، وعندما تنوي أمريكا تنفيذ استراتيجية أو وضع استراتيجية لابد أن تكون قطر هي أحد الخطوط العريضة أو على الأقل تكون في المقدمة فيما يتعلق بتشكيل هذا التحالف من خلال استخدام الأموال التي لديها بوفرة أو الوفرة المالية، من خلال القواعد العسكرية قاعدتين موجودتين سيلية والعديد موجودين في قطر أو في الدوحة تحديدا، وبالتالي هي تريد أن توصل رسالة لدول الخليج أنها تخلت عن كثير من بعض الممارسات التي كانت سببا في تعطيل أو في تجميل أو تشويش العلاقات مع دول الخليج، وأنها راغبة من الآن في فتح صفحة جديدة من خلال التعاطي مع التحالف الدولي من ناحية وأيضا مع الحفاظ على الحد الأدنى. طيب من الأمن القومي. هنتوقف قليلا وسريعا مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا أبو الفتوح، بعده نرجع نكمل حوارنا على الهواء مباشرة. موجز الساعة من على شاشة النيل الأخبار، مرحبا بحضراتكم من جديد. والبداية حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الارتباط الوثيق بين تحقيق الاستقرار السياسي والاستباب الأمني وبين انتعاش قطاع السياحة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير البيئة الملائمة لتنمية هذا القطاع الحيوي. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال لقائه طالب الرفاعي السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية السياحة كمصدر أساسي للدخل القومي المصري، منوها إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي. قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات واللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بزيارة إلى المنطقة الفرافرة بالوادي الجديد لتدشين إنشاء طريق الفرافرة عندالة، ويصل طول الطريق بطول 90 كيلومتر في الاتجاهين بتكلفة 418 مليون جنيه. أكد محلم أن تدشين شبكة الطريق القومية من منطقة الفرافرة تعد رسالة طمأنة وأمل للشعب المصري وللعالم لتشجيع الاستثمار والسياحة من نفس المكان الذي أودى بحياة 22 شهيدا من رجال القوات المسلحة في يوليو الماضي.
هذا وقد أعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم نجاح قوات الأمن في القضاء على الخلية الإرهابية التي نفذت الاعتداء على كمين القوات المسلحة في الفرافرة. أشار إبراهيم إلى أن الخلية تابعة لتنظيم بيت المقدس الإرهابي وقامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية الأخرى ضد قوات الجيش والشرطة. وكشف إبراهيم عن أن الخلية الإرهابية كانت قد اتخذت من أحد الجبال في منطقة السويس وكرا لها، وأسفرت حملة الشرطة عن مقتل جميع أعضاء الخلية الإرهابية وعددهم 7 ضباط وكميات كبيرة من الأسلحة. وقد أعلن وزير الداخلية عن المعلومات أن تؤكد أن تلك العناصر كانت بصدد التخطيط لتصعيد عملياتهم الإرهابية خلال الفترة القادمة. ومع هذا الخبر أيضا، حيث قال هشام رامز محافظ البنك المركزي أن حصيلة شهادات استثمار قناة السويس ارتفعت إلى 49 مليار جنيه منذ بداية طرحها عن طريق البنوك. وأشار إلى أن حصيلة اليوم بلغت 9.5 مليارات جنيه، وهو أعلى حصيلة منذ بدء الطرح، مشيرا أيضا إلى أنه من المتوقع إغلاق طرح شهادات خلال 48 ساعة. وأضاف رامز أن أكثر من 80% من حصيلة البيع الأفراد و 20% للمؤسسات والشركات المصرية. وتواصل بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس غدا لليوم الثامن على التوالي إصدار شهادات استثمار قناة السويس من خلال شبكة الفروع البالغ عددها 10,000 فرع. وتنتهي عملية الطرح بمجرد الوصول إلى الحصيلة المستهدفة وهي 60 مليار جنيه. وصل إلى باريس مساء اليوم كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق، والذي يبدأ عمله صباح غد الاثنين بمقر وزارة الخارجية الفرنسية. يترأس شكري وفد مصر في المؤتمر، والذي يهدف إلى بحث سبل دعم الحكومة العراقية الجديدة، خاصة في جهودها لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه، حتى يتسنى له التصدي لخطر الإرهاب وخطر المساس بوحدة العراق. أما في الشأن الليبي، فقد التقى رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح وفدا من كبار المسؤولين بدول جوار ليبيا برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد. وقد اتفق الجانبان على إجراء حوار شامل بين كل الليبيين دون إقصاء من أجل إيجاد حل توافقي يمكن الشعب الليبي من استرجاع استقراره وأمنه. في ظل احترام سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيه، رافضا أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية. ومن ليبيا نكون قد وصلنا إياكم إلى ختام هذا الموجز لهذه الساعة، ولكن بعد هذا الفاصل تلتقون مرة أخرى بالبرنامج الحواري اليومي من القاهرة. أمل رشدي، فوزي جدالة، كونوا معنا وإلى اللقاء. اهلا بحضراتكم من جديد. مره تانية بنرحب بضيوفنا الاستاذ احمد بان الباحث بمركز دراسات احوال مصر، والكاتب الصحفي الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. استاذ احمد، ممارسات القطريه او الاساليب اللي بدات بها قطر خلال المرحله الحاليه اللي اليوم طرد 7 من القيادات، في تقديرك انت هذا التصرف كافي بالنسبه للتوجه الخليجي العربي المصري، ام ان هذه الامور بتتم شكليا بصوره شكليه ويبقى او تبقى النوايا وتبقى الامور وتبقى التصرفات على ما هي عليه؟ يعني بطبيعة الحال زي ما قلنا، هي دي محاولة من الجانب القطري للالتفاف على الضغوط اللي بتواجهها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، ولكي تكون متسقة مع حلف دولي هتكون جزء منه في مواجهة ما يسمى بالإرهاب أو مواجهة داعش تحديدا. لكن أتصور أن الدور المصري والدولة المصرية أكبر من فكرة الاستغراق في الشأن القطري أو في فعل قطر، لأن قطر في النهاية هي دولة صغيرة، وزي ما قلنا هي وكيل للولايات المتحدة الأمريكية وليس لها إرادة مستقلة. وبالتالي أتصور أن الدولة المصرية يجب أن تتجسد قوتها في قابل الأيام أو في المستقبل القريب بأنها تمزج ما بين
التعامل الأمني من خلال الانتربول فيما يتعلق بالقضايا المطلوب على ذمتها بعض مسؤولين داخل جماعة الإخوان، ومن خرجوا خوفا من فكرة الاعتقال أو فكرة التنكيل أو في إطار الصراع السياسي بين الجماعة وبين الدولة المصرية. الدولة المصرية في هذه الآونة يجب أن تتجسد قوتها المعنوية، بمعنى أنها تفتح زراعها للجميع وتعد من تورط بمحاكمات عادلة، ويكون خطاب الدولة بهذا الشكل أننا كدولة نفتح زراعة. لأن فكرة أن نستعيد أجواء الستينات وتبتدي يبدأ التنظيم الدولي في أنه يخرج، يعني عندما المصرية وجماعة الإخوان فترة الخمسينات والستينات إيه اللي حصل؟ هل التنظيم بالفعل تراجع إلى حد كبير في الداخل، لكن المجموعات التي خرجت بمظلومية استطاعت أن تسوقها لقواعدها لعشرات السنوات، واستطاعت أن تحدث إحياء جديد للجماعة، يعني عمل فكرة أخرى أو تصرفات أخرى أو ما إلى ذلك. وبالتالي لا نريد أن نكرر نفس التجربة، يجب أن تعود الدولة المصرية القوية تفتح زراعها لمن يريد أن يستعيد حالة وطنية أو حالة شعور وطني ويخرج من إطار الجماعة. وهل أنت في تقديرك أن هناك من هذه الجماعات من يريد استعادة الحالة الوطنية هذه في ظل التصريحات الأخيرة أنه لا تصالح؟ لا لا لا، الدولة المصرية دولة راسخة، دولة كبيرة، يجب أن تبقى كذلك، بمعنى أن خطاب الدولة يليق بالدولة صحيح وبحجمها ومكانتها ونفوذها الأدبي أيا كانت التصريحات مواطنيها في الداخل والخارج. أما التصرفات الصبيانية أو التصريحات الصبيانية من البعض، لا يجب أن تنجرف الدولة إلى أداء للرد عليها حتى، بل يجب أن تبقى الدولة منضبطة بالقانون، منضبطة بالدستور، حريصة على كل أبنائها وإن خرجوا عن الجادة، تفتح زراعيها لمن يريد أن يعود إلى أحضان الوطن. أتصور أن هذا الأداء يجب أن يتجسد الآن حتى لا نعيد إنتاج مظلومية جديدة للجماعة، وهي يعني بارعة في إنتاج المظلوميات التي تسوقها لأعضائها وتسوقها للعالم أيضا، أو كمان الرأي العام العالمي أو كمان للداخل. وبالتالي يجب أن تكون كل إجراءات الدولة المصرية منضبطة بالقانون، منضبطة بالدستور، وتتجسد قوة الدولة المعنوية في خطاب واضح يقول أنه لن يظلم أحد في مصر، من تورط في جريمة فسيؤاخذ أو يحاسب بمعايير قانونية عادلة وفي ظل ضمانات كافية، ومن لم يتورط فبإمكانه أن يعيش كمواطن مصري بفور الحقوق وكذلك الواجبات. الاتجاه إلى أين؟ بريطانيا ولا تركيا ولا قد تكون بلدان أخرى يعني لديها الجاهزية لاستقبال قيادات أو أعضاء من الإخوان المسلمين؟ وهل ضمن استراتيجية التنظيم التمركز في مكان واحد ولا لا؟ بكل تأكيد أعتقد أن تركيا ستكون هي الوجهة، لأنك تلاحظين اليوم أنه بمجرد إصدار هذا القرار القطري بالأمس، أردوغان الرئيس التركي كان اليوم في قطر، وهو الذي بادر بالاتصال بالحكومة القطرية وطالب أن يكون هو أول الحاضرين على الفور لمناقشة مثل هذا الموضوع. موضوع طرح أو طرد جماعة الإخوان من دوحة من قطر كان هو الموضوع الوحيد على جدول الأعمال المباحثات أو القمة القطرية التركية اليوم في الدوحة. أعتقد أن هناك تخطيط سيكون من وراء الكواليس فيما يتعلق بتوفير حاضنة شعبية سياسية ومالية في تركيا في الأيام القادمة، لأن بريطانيا الآن في مشكلة فيما يتعلق باستيعاب هذا الكم الكبير داخل بريطانيا في ضوء التقرير الذي تعده الحكومة البريطانية حاليا حول جماعة الإخوان المسلمين. وبالتالي السماح بمثل هذه الأمور، خاصة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء اليوم كان لديه خطاب كبير اليوم في بريطانيا، هدر فيه داعش وهدر في كل التنظيمات الإرهابية، وقال أن بريطانيا لن تكون ملجأ أو ملاذا آمنا لأي تنظيمات إرهابية. وبالتالي هناك شوشرة أو هناك كثير من الضجيج والصخب حول جماعة الإخوان المسلمين، وأن كل التنظيمات الموجودة في المنطقة هي الرافض الطبيعي لجماعة الإخوان وتشكل. طب أمال أستاذ أشرف، لماذا ترجع بريطانيا إصدار التقرير الخاص بنشاط الإخوان المسلمين؟ هم يقولون أن هناك لجان تسعى حاليا لاستكمال النقاط التفصيلية الأخيرة واستطلاع كل المواقف داخل تركيا وخارج تركيا، وأنهم في الوقت المناسب خلال أقل من 50 يوما سيكون هناك إصدار لهذا التقرير، لأنهم يريدون أن يخضع لدراسة وتدقيق حتى لا يكون هناك أي ملامة أو هناك كثير من الشوائب التي تعترض. وبالتالي تركيا الآن في ظل مواقف أردوغان العدائية لمصر، والذي لا يرتجى منه أن يكون هناك على الأقل تغيير الدفة أو اتجاه الريح في تركيا خلال الأشهر القادمة، كما يروج البعض أن هناك دراسة من قبل حكومة أحمد داوود أوغلو رئيس الحكومة الحالي باتجاه
على الأقل أن يكون هناك عوامل جذب مع القاهرة في المرحلة القادمة. أنا أشك في مثل هذا الطرح، وأرى أن أردوغان هو الذي يسير السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والداخلية في تركيا، وأنه شخص ديكتاتوري لن يسمح لأي أحد أن يخرج عن نطاق السياسة المنصورة لتركيا في عهده حاليا، باعتباره أنه يمثل السلطان العثماني الجديد. وبالتالي ستكون قطر تركيا أنقرة تحديدا هي الملاذ الآمن، وستشكل مجموعة من الملاذات والجيوب والمنصات لجماعة الإخوان في المرحلة القادمة، لأن طيب أردوغان ما زال يراهن على هذه الجماعة، وما زال لديه كثير حالة كبيرة أو حالة عدائية كبيرة مع الدولة المصرية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تلاقي بعد عام أو عامين حتى مع حكومة أردوغان. وبالتالي هو لديه كثير من الانعطافات السياسية والمالية مع حكومة قطر في الثلاث أعوام الماضية، كثير من الدعم القطري يقدم لتركيا، وحجم الاستثمارات المهولة وحجم الانسجام والتماهي بين قطر وتركيا يضاهي كل دول الخليج الأخرى بما فيها السعودية والكويت والإمارات تحديدا. وبالتالي أرى أن حالة التناغم هذه ستلعب دورا كبيرا في توقيع اتفاق، وربما يكون هناك على الأقل مؤشرات بين البلدين خلال الساعات القادمة خلال القمة المنعقدة اليوم، بأن تكون قطر بأن تكون تركيا هي الملاذ على أن تسدد الشيكات قطر في المرحلة القادمة مقابل مجموعة أيضا من المساعدات والخدمات، أو على الأقل زيارة حجم الاستثمارات القطرية في تركيا في المرحلة القادمة حتى تكون الأموال مدفوعة مسبقا، وحتى يتقبل أردوغان كثير من بعض الحرب التي تتوجه إليه من قبل دول خليجية أخرى، لأنهم ربما يلجؤون إلى وقف الاستثمار أو على الأقل الحد منه، وأيضا تحكيم العلاقات الخليجية مع بقية الدول الأخرى باتجاه قطر لأنها في اتجاه تركيا، لأن هذه في هذه الحالة حالة العداء ستنتقل من قطر إلى تركيا من قبل دول الخليج، وأن الموقف المصري بالنسبة للخليجيين تحديدا هو موقف أصيل وجوهري لا يمكن التخلى عنه أيا كانت الدولة التي سوف توفر استضافة أو إقامات آمنة لجماعة الإخوان في المرحلة القادمة. طيب أستاذ أحمد، هرجع مع حضرتك لبعض الوقت كده بالأيام اللي كانت فيها قطر وتركيا هم الوكلاء للولايات المتحدة الأمريكية في دعم جماعة الإخوان المسلمين، وما زالوا بهدف تفتيت باقي دول المنطقة أو أغلب دول المنطقة، وده الحقيقة كان بيصب في مصلحة إسرائيل تحديدا وتركيا بشكل أو بآخر، وبالتالي في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. في ضوء الخطوة القطرية في تقديرك أنت وفي ضوء التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، هل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية لديها قناعة بأن قطر وتركيا لديهم الاستطاعة في لعب دور أكبر سواء مع جماعة الإخوان أو مع التنظيمات اللي موجودة كداعش وما إلى ذلك؟ وبس بالنظر للدور التركي، أنا بتصور أن تركيا تحت رئاسة أحمد داود أوغلو هو صاحب سياسة تصفير المشكلات حوالين تركيا قد تسفر عن نتائج فيما يتعلق في متابعة من تركيا للدولة المصرية. وأتصور أن كل نجاح يحدث في إدارة الدولة المصرية وكل تقدم وتنمية وانتقال ديمقراطي سينعكس إيجابيا على طريقة تعاطي الدولة التركية في طبيعتها مع أحمد داود أوغلو في الفترة اللي جاية. بمعنى يعني مع تقدير يعني مع تقدير الكلام الأستاذ أشرف حوالين زعامة طيب أردوغان ونوازع الدكتاتورية التي بدأت تظهر عليه، لكن في النهاية تركيا دولة مؤسسات، دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات، وبالتالي من الصعب أن تتعاظم فرص طيب أردوغان في التأثير على المشهد، ربما ده في بداية هذا ولاية أحمد داود أوغلو، لكن أتصور أن أحمد داود أوغلو سينتزع صلاحياته ويمكن لسياساته، لأنه فيلسوف هذا الحزب ومنظره، ويعني رؤيته الحقيقة كانت تنطوي على قدر كبير من الوضوح والعمق، لذلك أتصور أنه لن يراهن بعلاقات سيئة مع الدولة المصرية في قابل الأيام، وقد تتصور المسألة مشروع الإخوان غير قابل للتعويم. لا أتصور أن تركيا أو طيب أردوغان في زيارته لقطر كان على أجندته بشكل أساسي فكرة إيواء عناصر الإخوان أو دعمهم في أماكن أخرى، لأن التنظيم بطبيعة الحال راكم خبراته على تبدل السياسات الدولية لديه كل الخيارات، وهو منذ البداية حافظ على أن فموضوعه يبقى في كل دول العالم وعلى امتداد القارات الست، حتى لا يخضع لتقلبات السياسة الدولية ما بين معسكر شرقي ومعسكر غربي في مرحلة أو تبدل الأقطاب في مرحلة جديدة. وبالتالي
الحديث عن مشكلة بتواجه قيادات الإخوان في التنقل غير وارد. القيادات دي في ظل ثورة الاتصالات قادرة على أن تتصل بالقواعد إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق الفضائيات المملوكة للجماعة أو القريبة منها، وبالتالي ليس سمت مشكلة في التواصل. المشكلة ربما في تضييق الخناق على تواجدهم في الخليج العربي. قطر كانت الدولة الوحيدة التي تحتفظ بقيادات من الجماعة وعناصر كتير منها، وبطبيعة الحال دول مجلس التعاون الخليجي كانت تشكل المصدر الأهم في تمويل الجماعة. تمام. وبالتالي خروج هذا العدد، والعدد مرشح للزيادة في الفترة القادمة مع ضغوط دول مجلس التعاون الخليجي على قطر، قد يحد من قدرات الجماعة المالية باعتبار أن الرافد الرئيسي كان يأتي من هنا. لكن الحركة على المستوى الدولي لازالت إنجلترا داعم كبير لجماعة الإخوان، لازالت الولايات المتحدة الأمريكية لم تفقد رهانها على الجماعة حتى الآن، ولازالت الولايات المتحدة مهجوسة بفكرة كيف تعاملت مع إيران باعتبارها حليف، ثم فوجئت بالثورة الإيرانية وصعود منظمة دينية على الحكم وتغيير شكل المنطقة وتغيير وضع إيران من شاه من شرطي للمنطقة إلى دولة ترفع راية مقاومة الاستكبار وغيرها من يعني مارقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هي حريصة على أن تستبقى علاقات جيدة مع جماعة الإخوان على أمل أن يحدث أمرين، إما أن تعود هذه الجماعة للحكم في المستقبل، أو على الأقل تبقى شوكة في خسارة الدولة المصرية يسهل من خلالها ابتزاز القرار الوطني والتدخل في الشأن الداخلي في مصر. هل ستضطر من وجهة نظرك القوى الدولية يعني الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرون، هل سترون جميعا في مرحلة ما لتغيير هذه السياسة حتى ولو كان ظاهريا مع جماعة الإخوان المسلمين لإنجاح مشروع البقاء في المنطقة عن طريق هذا التحالف الدولي لمحاربة داعش؟ أنا أتصور نحن لدينا مشكلة متعلقة بالنظام العربي، ورأس هذا النظام هي الدولة المصرية. إذا عادت الدولة المصرية إلى قوتها التي تليق بها مكانا ومكانة، واستطاعت ترميم مثلث النظام العربي الذي يعني حمى المنطقة لفترات طويلة، وأعني مصر والسعودية وسوريا، وحل هذا التناقض مع سوريا، لأن الحملة على الإرهاب التي تجري اليوم هي مجرد برافان لحملة لإنهاء سوريا من الوجود وتقسيمها على النحو الذي حدث في العراق أو أفدح، لأن سوريا مرشحة أنها تكون أكثر من 4 دول، وبالتالي في خطة لإخلاء كل المنطقة حوالين إسرائيل واللعب في كل دول الطوق. لبنان كما نعلم، سوريا يجري فيها هذا المسلسل، العراق منذ 2003 وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بذور كل ما يجري فيها الآن، وكل ما جرى تحت عين الولايات المتحدة الأمريكية. والحديث عن أن لا توجد يعني تردد الولايات المتحدة وتردد أوباما في الحديث عن أنه لا توجد استراتيجية حتى الآن لمكافحة الإرهاب، ده شكل من أشكال الخداع. صحيح. الاستراتيجي هو ده مستهدف بشكل أساسي. الولايات المتحدة طوال تاريخها هي الاستراتيجيات ثابتة أيا كانت الإدارات تقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل يعني بشكل آلي، وبالتالي هذه الخديعة لن تنطلي علينا كشعوب. هو المطلوب أن تبقى إسرائيل الكيان الأكبر في المنطقة، ويتم إخلاء كل المنطقة من حولها، وتنتشر الفوضى في أطناب الوطن العربي كله، ونتلفت على الخريطة سنجد كل البقاع حول مصر ملتهبة، تبقى إسرائيل هي بس الغير مقسمة، الدولة الوحيدة المتماسكة في مواجهة منطقة تشبه لوحة من الفسيفساء بالشكل الذي يجعل إسرائيل هي الدولة الأقوى، وبالتالي تضمن أمنها إلى مئات السنين. طيب أستاذ أشرف، إذا كان في رؤية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب، لعلك تابعت اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع عدد من وزراء الخارجية العرب ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية المصري. الدولة المصرية قالت أن مكافحة الإرهاب لابد أن تكون شاملة ولا تعفي أي تنظيم من هذا الأمر. إذا كان في أي نوع من التفهم المصري العربي، ملامحه تكون إزاي؟
بطبيعة الحال أعتقد أن الموقف المصري انطلق من ضرورة أن يكون هناك توسيع للمظلة أو المروحة الخاصة بمكافحة الإرهاب في كل دول المنطقة أيا كانت التنظيمات، ليس فقط داعش أو جبهة النصر أو أحرار الشام في دمشق تحديدا. أرى أن هذا الطرح المصري يصب في خانة تكليف الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول إرغامها أو إجبارها، لكنها على الأقل إعارة النظر فيما يتعلق بحربها تجاه داعش وجبهة النصر. بل يجب أن يكون هناك استراتيجية متكاملة تشارك كل دول المنطقة في صياغتها، ويكون هناك على الأقل نوع من التعادلية في مكافحة الإرهاب عبر توسيع الدائرة. أرى أن الجانب المصري وضع مجموعة من، لا أقول شروط، لكن مجموعة من المطالب أو سلة مطالب بالأمس خلال لقاء السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، وقرر نفس الأمر على ما سمعه وزير الخارجية سامح شكري. فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا، ترى الدولة المصرية أنه لا يمكن بأي حال تكرار تجربة 2003 أي تشكيل التحالف الدولي ضد صدام حسين، وما أدراك ما حصل في 2003، وكان العراق هو جزء أو كل البذور التفتت وكثير من التراجعات في المنطقة أو في المشهد الأمني والسياسي داخل الإقليم العربي. أرى أن الموقف المصري الآن لديه حسابات جديدة ولديه كثير من الإدراك والوعي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكرار هذا السيناريو مرة ثانية، وأنك إذا أردت أن تحدث نوع من الاقتلاع أو إنهاء تنظيم داعش وجبهة النصرة لابد من توسيع الدائرة كما اتفقنا، وفي نفس الوقت تحافظ على مجموعة من المكتسبات خاصة بسوريا في المقام الأول. لك تعلم في هذا الطرح تحديدا أن هناك تسريبات شبه مؤكدة أن هناك، لا أقول مبادرة، لكن مجموعة من الاتصالات المصرية حاليا مع النظام في سوريا ومع أطراف عربية للبحث في صيغة للحفاظ على الدولة السورية في المرحلة القادمة، إن كانت الصيغة ببقاء بشار لفترة مؤقتة أو معينة وبتشكيل حكومة تمثل كل ألوان الطيف السياسي في قادم الأيام قبل الذهاب إلى جنيف 3، وهذا الأمر مشكوك فيه بالنسبة لجنيف. أرى أن الدولة المصرية راغبة الآن في الحفاظ على مجموعة من الثوابت تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي العربي. في المرحلة القادمة لن يكون هناك على الأقل مشاركة مصرية كما حرصت في عام 1990 بعد غزو الكويت. الأمر سيختلف تماما هذه المرة، لو كانت هناك مشاركات ستكون عن طريق مصرية تحديدا عن طريق المعلوماتية أو الاستخباراتية وتوفير بعض المساعدات اللوجستية للضربات الأمريكية تجاه داعش. شكرا لحضراتكم. بدون أن يكون هناك انغماس ولا أقول تواطؤ فيما يتعلق بهذه الحرب الطويلة التي تمتد عام وعامين وربما 3 سنوات. شكرا لحضراتكم، بشكركم جدا، شرفتونا يا فندم. بشكرك الأستاذ أحمد بن الباحث بمركز دراسات أحوال مصري، شكرا جزيلا. والشكر موصول لك أنت أيضا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام والكاتب الصحفي بالجريدة، شكرا جزيلا. شرفتونا النهارده.